شكرا لك شيري من غرفة الأخبار، ويسعد صباحكم عن جديد لكل مشاهدينا يلي انضمونا بمساحتنا الصباحية. ولا رح نروح لمحطة ما كتير بعيدة طبعا عن شهر رمضان، ورح نحكي شوي عفاف عن الأغذية وقديش يمكن الغذاء بيرتبط بطاقة الإنسان وبالجسم. يعني بنعرف في ناس بتقلك إذا ما أكل بيعصب أو بيتضايق، في بعض الناس متعودين على مثلا أنه يفيق الصبح لازم يشرب شيء أو كافيين معين لحتى يصحصح ويبلش يومه. كل هذا الموضوع بيرتبط أيضا بالتصرفات وبطريقة الإنسان كيف ممكن يتعامل مع الآخرين. لهيك بنقول فترة الصيام هي تهذيب أيضا للنفس لأنه بتعلمه الصبر وكتير أشياء تانية. اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع. صحيح، لحتى كمان نقدر نضبط أعصابنا ويصير عنا إرادة وكنترول لحتى نتحمل مواقف بتخلينا نعصب خلال فترة النهار وبتخلينا كمان نتوتر. فالصيام بيساعدنا على تهذيب النفس ولحتى نكون على طول رايقين. في ناس كمان تتبع أوقات عادات خاطئة سلمة، بيبعدوا عن الآخرين، بيعتزلوا العالم، بيناموا لفترات طويلة، بيمتابعون شعور أنه أنا لازم ضل لحالي وبعد عن الناس. وفي أوقات ناس كمان بتبعد عن وجبة السحور لحتى كمان تضل بجو رواء وهادي. رح نتعرف على كتير معلومات ونصائح مهمة مع الكوتش سمير هادي، وهو الخبير في علم الطاقة والغذاء. يسعد صباحك أستاذ. يسعد صباحكم، رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير. ينعاد عليك كوتش وأهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش مع حضرتك. يعني اليوم الصيام جزء منه كبير هو عبادة وروحانيات، وجزء منه أيضا تنظيف للجسم. يعني بعلم الطاقة بنعرف في شيء اسمه ديتوكس للنفس كمان بالضبط. الصيام ممكن يعتبر ديتوكس لجسم الإنسان. كيف فينا ناخذ هذا الشيء ونحافظ عليه ونبتعد عن التعصيب اللي مرتبط بالأكل والوقت وغيره من هاي التفاصيل؟ بداية ومجددا رمضان كريم وينعاد عليكم وعلى جميع متابعي الإخبارية السورية. هلا بالنسبة لشهر رمضان المبارك، هو يعتبر من أهم الشهور يلي ممكن ناخذ منها الطاقة الإيجابية، ويلي ممكن من خلال هذا الشهر الكريم نحن نفعل الطاقة الإيجابية بشكل مضاعف عن باقي الشهور وباقي الأيام. الطاقة أساسا هي بتشمل احتمالين، الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية. نحن إذا نحكي كتعريف عن الطاقة الإيجابية والسلبية، هن بيتمثلوا بالصفات، الصفات الإيجابية والصفات السلبية. لما بنحكي عن الصفات الإيجابية مثل التسامح، مثل الصدق، مثل الصدقة، مثل الأعمال الخيرة، وهذا الشيء اللي احنا بنشوفه يكثر بشهر رمضان المبارك. لذلك بنلاحظ بأنه طاقتنا الإيجابية بتكون بأعلى مستوياتها خلال هذا الشهر الكريم، بالإضافة لأنه هو شهر عبادات، شهر روحانيات، شهر تقرب أكثر من الخالق سبحانه وتعالى. هذا يفعل الشاكرات العلوية واللي هن شاكرة الأجنة العين الثالثة وشاكرة التاج بشكل مضاعف، بتفعلوا بشكل مضاعف وبشكل كتير كبير، وهذا بيعطينا طاقة إيجابية مضاعفة عن باقي الأيام وباقي الشهور. خلينا نروح لعند الناس العصبيين يلي عندهم السترس عالي على طول على مدار السنة. فوقت بيجي شهر رمضان وبدهم يصوموا، فيمكن تزداد عندهم نسبة العصبية والسترس، فشو فينا نحن نقدم لهم نصائح لحتى يخففوا من هاي الحالة اللي عندهم؟ هلا عمليا موضوع المزاج وموضوع الناس العصبيين او الناس الرائين، هذا يرتبط ارتباط مباشر بالروتين الحياتي والروتين الغذائي الصحي. يعني انا كيف نظام حياتي اليومي وكيف نظامي الغذائي الصحي، لانه مثل ما حكينا موجود شاكرات بالجسم، في بعض هي الشاكرات هو اصلا يتنشط عن طريق الغذاء، مثل شاكره الضفيره الشمسيه اللي هي موجوده بمنطقه المعده والامعاء، هي من الشاكرات التي تنشط بتناول الماكولات اللي تحمل اللون الاصفر مثل البطاطا، مثل الموز، مثل الذره وغيرها. وفي كثير من الشاكرات كمان تتفعل بالغذاء. لذلك منلاقي موضوع المزاج مرتبط بشكل كثير كبير بالغذاء والتغذيه والروتين الحياتي. بما أنه نحن هلأ بشهر صيام، فطبيعي تغير روتين حياتنا، تغير الروتين اليومي، فممكن باليومين أو ثلاثة أيام الأوائل من هذا الشهر يصير في تعكر بالمزاج، اختلاف بالروتين اليومي والحياتي، خصوصا أنه وجبة السحور آخر الليل، ممكن الناس كل الشهر ما حدا بيتعشى آخر الليل، ففي تغيير موضوع السهر لحتى صلاة الفجر، هذا كله بيغير بالروتين الحياتي. فنحن بحاجة لبعض الأيام، ثلاثة أيام أربعة أيام حتى يبلش الجسم يتعود ويعتاد على الروتين الجديد. هلا نحن خلال هالفترة
ينصح بانه نحاول قدر الامكان نضبط اعصابنا، ما نكون كثير متشنجين، نمارس اعمالنا. ننصح بالاعتزال شيء؟ لا، ما نضل معتزلين بالبيت او بمكاننا، لا. هلا انا بعرف اشخاص بياخذوا اجازه شهر كامل بشهر رمضان مشان لانه هو ما بيقدر يشوف ناس، ما بيقدر يحكي صحيح. مع ناس. لا، ما بصير هالحكي، لازم نحن نمارس حياتنا بشكل طبيعي، لكن مع مراعاة الهدوء وعدم التوتر وتجنب الصدامات، لأنه ممكن أن أكون ضابط نفسي لكن الشخص الآخر غير ضابط نفسه، فكمان بدي يكون متقبل، لأنه مو كل الناس ممكن يكونوا مثلي، بدي يكون متحمل لنفسي ومتحمل للآخرين طيلة هذا الشهر الكريم. أكيد صحيح. كوتش، يعني بنعرف أنه الإنسان بيأخذ طاقته مو بس من داخل جسمه أو الغذاء، كمان بيأخذ طاقته من البيئة المحيطة فيه ومن الطبيعة. يعني بنعرف لما يكون شخص متضايق أو نفسيته تعبانة أو صدره مثل ما عم بيقولوا طابق عليه، بنقول له اطلع شم هواء نظيف، اتفرج على الطبيعة، اقعد بمكان مريح، هذا كلياته بيجدد وبيشحن الطاقة عندك. خلينا نحكي عن بعض الخطوات البسيطة اللي ممكن أي شخص يعملها، يمشي بالشارع، يشم هواء نظيف، هي كلياتها بتشحن الطاقة وبتخفف شوي من التوتر خلال شهر رمضان المبارك. بالضبط، من أهم الأمور المتعلقة بالطاقة هي الطاقة الكونية، الطاقة الروحية، مثل ما تفضلتي حضرتك. فينا مثلا نحن نخرج لمساحات خضراء مثل حدائق أو أماكن ممتعة للنظر، فيها هواء نظيف، فيها مناظر خلابة. فينا نحن نتواجد مع أشخاص أصلا هن إيجابيين، لأن الإنسان بطبيعته هو كالمغناطيس، ينجذب ويجذب الطاقات المحيطة حوله. فأنا لما أكون قريب من الأشخاص الإيجابيين بغض النظر عن المكان، فأنا بأخذ من إيجابيتهم وبعطيهم من إيجابيتي. كمان المكان له دور كتير مهم. كمان موضوع، هلا نحن بشهر روحانيات وعبادات، فنحن كل ما كنا كمان موجودين بمناطق العلاقة بالروحانيات مثل المساجد مثلا او اماكن هيك تجمعات، هلا مثل فطور العيلة، مثل التجمع على السحور والعائلة، هي الجمعة، هي الالفة، هذا الدفء بيعطي عبق كثير حلو وكثير ممتاز، وبنشط الايجابية لدى الجسم، مو بس الجسم وحتى لدى الروح، بيعطي مثل باور، دفع لقدام. هو اصلا شهر رمضان المبارك من اهم مزاياه انه هو مثل يعمل اعاده شحن للايجابيات بجسم الانسان. بنلاحظ انه حتى من قبل ما يبلش الشهر الكريم، من 4 إلى 5 أيام لحتى اسبوع قبل ما يبدا، بنبلش نقول بلشت روايح رمضان، حاسين بقرب رمضان، بتبلش الروحانيات، بتبلش الامور نحسها بالطريق بين الناس بالاسواق، بنشوف انه بلشت روايح الايجابيه او اقتراب الإيجابية تبلش وتظهر لدى الناس. فلذلك هذا الشهر الكريم هو شهر لشحن الطاقات الإيجابية والتخلص من السلبيات. احنا بطبيعة الحال أكيد في عنا سلبيات، في عنا هموم، في عنا ضغوط، عنا مشاكل حياتية، فبيجينا شهر رمضان المبارك هو بيريح وبيخفف وبيطهر الروح ويعيد شحن شاكرات الجسم بالإيجابية مثل ما كانت عليه. بما أنه عم نحكي بمنظور الطاقة والروحانيات، فقديه شهر رمضان بيعطينا شعور بالطمأنينة نوعا ما، الطمأنينة الروحية، يعني صلاة، صيام، عبادة، أهل، بتلاقي حتى القرب من الأهل، من الأصدقاء، بتلاقي حتى ما بقى في كذب. أنا صائم، اللهم أني صائم، ما بيقدر يكذب. خلينا نحكي عن إيجابيات أكثر للصيام بمنظور الطاقة. هلا مثل ما حكينا، الطاقة الإيجابية بمفهومها العام هي التصرفات والصفات الإيجابية. نحن هي التصرفات والصفات بتكون مفعلة بشكل أكبر وبشكل مبالغ فيه خلال شهر يعني شهر رمضان المبارك. فمنلاحظ مثل ما تفضلتي، لا ما بدي أكذب، لا ما بدي نم على حدا، ما بدي جيب سيرة فلان، ممكن تأثر لبعد انتهاء شهر رمضان، يعني تضل هاي الصفات فينا لشهور. يفترض أنه نحن نكون هيك طول العام، يفترض بس بتترك تأثير للأيام المقبلة. طبعا بتترك تأثير. كل ما كان الشخص متمسك بطقوس رمضان العبادية ومتمسك بطقوس رمضان الروحانية، كل ما هذا يعني بيخليه يأثر فيه بشكل أطول بعد شهر رمضان المبارك. لذلك نحن دائما بننصح بأنه ما نتوقف عن بس شهر رمضان، لا، نحن نستمر بالصفات الإيجابية، بالشغلات اللي كنا منتهين عنها بخلال شهر رمضان، نتابع فيها ما بعد شهر رمضان المبارك. كتير مهم وكتير حلو الطقوس اللي منشوفها خلال شهر رمضان، منشوف التجمعات، الإلفة، الدفء، الكلام الدافي،
طاقة التسامح بتكون مفعلة، بنلاحظ انه الناس بتصير تسامح بعضها اذا في بيناتهم خلافات، اذا في بيناتهم مشاكل، بيقول لك والله خلاص اجى شهر رمضان الكريم فنحن بدنا ندخل بهذا الشهر ونحن بكامل الإيجابية وما لنا حاملين الضغين ضد حدا او ما لنا حاملين ضد حدا، بنلاحظ انه في بصير مصالحات، بصير في حل لمشكلات، الطاقة الإيجابية بتكون مخيمة بهذا الشهر الكريم. نحن بنتمنى انه نحن كأشخاص كأفراد نستمر على هي الإيجابية طيلة العام. شهر رمضان المبارك هو من الشهور الأكثر إيجابية واللي لازم نستغله أكثر استغلال قد ما فينا نستغل هذا الشهر الكريم لحتى نعيد شحن الشاكرات بالجسم ونتخلص من السلبيات، نتخلص من الشموم، السموم والشوائب الموجودة بالجسم. أكيد كوتش، كمان يعني خلينا نحكي عن نقطتين مرتبطين ببعض اللي هي تنظيم حياتنا، تنظيم وقتنا، تنظيم عاداتنا وسلوكنا، وقديش يمكن احنا بنعرف في قاعدة انه كل 21 يوم اذا قدر الشخص يلتزم بشيء معين فهو بيقدر يغير عادة او يتخلص من عادة. نفس الشيء نحن عندنا 30 يوم و 21 يوم، اضافة لهي كمان عادات صحية بالغذاء وغيرها. قديش ممكن يكون هذا الشهر هو مساحة كبيرة لحتى نحن نغير من نظامنا الغذائي؟ يعني بعرف كثير أشخاص اللي بيعانوا من أمراض بالضبط، بعض الأمراض اللي بالمعدة أو بالهضم فهي بتتحسن بشهر رمضان، ونفس الوقت الناس اللي عندها بعض المشاكل بالسلوك كمان إذا تعودت شوي شوي خلال هذا الشهر ممكن تتخلص منها. بالضبط، هو ما يتعلق بالإيجابيات والسلبيات فهذا يعتمد على برمجة العقل الباطن. فنحن خلال هذا الشهر الكريم مثل ما تفضلتي 30 يوم نحن مبرمجين على هذا النوع من الغذاء، الفترات المعينة شيء منظم، وقت معين للأكل، وقت معين للفئة للنوم للسحور، فبيكون في تنظيم أكثر لحياتنا. هذا بيساعد على أنه نحن نستمر بهي العادات، وهذا شيء كتير إيجابي للأشخاص المدخنين لأنه هن بيبقوا لساعات طويلة ما فيهم يدخنوا. فنحن دائما بنقول لهم هذا الشهر الكريم هو من الشهور اللي لازم تستغله بالإقلاع عن هي العادة السيئة. وكمان الأشخاص اللي يعني بيشربوا القهوة والشاي ومواد الكافيين بكثرة كمان بيجي هذا الشهر بخفف. الأشخاص اللي عندهم مشاكل هضمية، اللي عندهم مشاكل مرضية، بتجي هاي العادات من صيام وعبادات بتنضف شوي كمان هذا طبعا بتخفف وبتساعد. حتى إذا بنلاحظ نحن ضمن علم الطاقة في ارتباط وثيق ما بين الطاقة والغذاء، فمثلا في نظام الماكروبيوتيك هو متعلق بالطاقة، هو يرتبط ارتباط مباشر بالتغذية والغذاء. نحن لما بنقول طاقة وتغذية هن وجهان لعملة واحدة. أنا ما فيني يكون خبير طاقة، ما فيني يكون مدرب طاقة أو حتى إنسان مهتم بهذا العلم وما أكون أنا عندي فكرة عن التغذية. لا، لازم يكون في ارتباط وثيق، وكل ما كان هذا الارتباط بشكل صحيح وبشكل منتظم، بشكل أني أنا عارفان كيف عم أتعامل مع جسدي، نسق ما بين الجسد والروح والتعامل الروحي، كل ما بيكون هي امتيازات أكثر وشيء إيجابي أكثر لقدام. خلينا نعرف من حضرتك أكثر، الصيام والانقطاع عن الأكل والشرب لفترات طويلة قد ايه بيأثر على شاكرات الطاقة داخل جسم الإنسان؟ هلا بالنسبة للشاكرات ففي شاكرات ترتبط بالروحانيات بشكل مباشر واللي هن شاكرتين العين الثالثة الأجنة وشاكرة التاج. هلا هدول الشاكرات هن لا يتغذوا، لا يرتبطوا بالغذاء، يرتبطوا بالروحانيات بشكل مباشر. يعني أنا إذا بدي فعل هي الشاكرة فيتم تفعيلها عن طريق الأعمال الروحانية من الدعاء للصلاة للصيام للعبادة، ممكن الحج، ممكن الزكاة، الصدقة، أي الأعمال المتعلقة بالروحانيات. فهدول الشاكرات كل ما أنا كنت متجه أكثر للروحانيات كل ما بيتفعلوا بشكل أكبر وبيتنشطوا بشكل أكبر. باقي الشاكرات، الشاكرات الخمسة السفلية، فهن المرتبطين يتنشطوا عن طريق الغذاء. لهيك نحن بنقول أنه ارتباط الطاقة بالغذاء، لأنه في شاكرات أصلاً تنشط بالغذاء. أنا لما بقدم الغذاء الصحي والمناسب فبتتفعل هي الشاكرة بشكل سليم. كتير مهم أنه نحن نتعامل مع كل الشاكرات، ما نهتم فقط بالجانب الروحي ونهمل الجانب التغذية، أو ما نهتم بالجانب التغذوي ونهمل الجانب الروحي. هن شاكرات سبعة، منهم من يتنشط بجانب الروحي ومنهم من يتنشط بجانب التغذية، علينا أن نتعامل منهم بشكل كامل بكامل الشاكرات ونعمل على تنشيطهم جميعا. طيب كوتش، في كتير ناس بتربط بين بعض المشاكل
النفسية وتأثيراتها على الجسم وارتباطها بأنه هي فعلا مرتبطة بهذا الموضوع. مثل في ناس معروف أنه أنا إذا بعصب أو بتضايق في ناس ما بتقدر تتنفس، في ناس إذا عصبت أو تضايقت هي مرضى كولون، فنحن عندنا مرض اسمه الكولون العصبي اللي هو بيرتبط بمدى أنت ممكن تشنجات هي تأثر، وحتى الغذاء، يعني الغذاء جزء مهم لهي الأمراض، ولكن الحالة النفسية بتأثر كتير فيها. كيف تعامل علم الطاقة مع هذا الموضوع؟ هلا أنا دائما مع المقولة اللي بتقول بأنه أساس كل مرض وجذره هو مشكلة نفسية. الأساس والجذر لكن يتفاقم ويتحول إلى مشكلة صحية عرضية، يعني شيء عارض وواضح للعيان. أما الأساس والجذر فهو نفسي. نحن لما بنقول شاكرات، شو هن الشاكرات؟ الشاكرات هن أماكن وجود الطاقة بالجسم، هن أماكن توزع الطاقة بالجسم. وقت اللي بصير في خلل بأي شاكرة من هي الشاكرات فهي تؤثر على مكان ما وتعمل وبتعمل مشكلة جسدية، مشكلة عضوية. لذلك نحن دائما بنقول مراعاة تنشيط الشاكرات، تنشيطها بشكل دائم، الابتعاد عن ما يمنع تنشيط عمل هي الشاكرات. دائما هي الشاكرات نحن كل ما اهتمينا فيها، كل ما نشطناها، ان كان من الجانب الروحي او من جانب التغذيه او من اي جوانب ثانيه، فنحن بنكون عم نساعد بالابتعاد عن المشاكل الصحيه والمشاكل المرضيه. خلص وقتنا معك كوتش سمير هادي، شكرا لك على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. وذكرتي سلمى موضوع كثير مهم وهو شائع بين اغلب العالم، عندها تهيج القولون العصبي، يعني كثير من الناس بتعاني من هي المشكله ويعني بتصير عصبيه وممكن تتفاقم خلال هذا الشهر. شكرا كثير لك واهلا وسهلا فيك. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه ورمضان كريم. شكرا لك كوتش، ورمضان كريم ينعاد عليك، ويضل هذا الشهر مثل ما بيحمل هيك من اسمه الخير والراحه والصحه للجميع. شكرا لك، يعطيكم العافيه. شكرا.